الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا جزيلا على الحضور الكريم، شكرا السي محسن على هذه الدعوة. ما يخص حنايا أعضاء ديال جمعية نادي المستقبل لكرة القدم، جمعية اللي هي تأسست حديثا في أي تعتاب، جمعية إن شاء الله اللي جات في أفكار نقدروا نقولوا بأنها جديدة في أي تعتاب، ولكن هي قديمة في المناطق الأخرى. علاش؟ كاينة أسباب أخرى. أي تعتاب إن شاء الله اللي حنا باغي نزيدوا بها القدام فيما يخص المجال الرياضي، هو أولا هو تأسيس مدرسة خاصة اللي غتقوم بتأطير جميع الفئات العمرية فيما يخص رياضة كرة القدم، وإن شاء الله أننا غادي نقوموا بتأسيس فريق كرة القدم اللي غادي يمثل أي تعتاب فيما يخص العصبة الجهوية وعصبة بني مدار خنيفرة. يعني غادي ندخلوا إن شاء الله العام الجاي فريق جديد، فريق اللي غادي يمثل أي تعتاب في أقسام ديال الهواد. وبهذه المناسبة نبغيو نشكروا السي محسن السي أمين على هذه المبادرة اللي صراحة هي اللي خلاتنا أننا نفكروا في المستقبل، لأن هي اللي غادي تدفعنا وغتعطينا معنويات جديدة باش أننا نوضوا بقطاع الرياضة في أي تعتاب، اللي حنا عارفينه بلي أنه تيعيش واحد إقصاء واحد التهميش، نظرا أن أي تعتاب متتحملش فقريتها ولو ملعب واحد، ملعب لممارسة كرة القدم. ولكن حنا عندنا أمان لا في السلطات المحلية ولا في المجلس الجامعي الجديد، حنا عندنا أمان إن شاء الله باش أنه تكون هناك تواصل، يكون هناك إن شاء الله لما لا أنه يكون ملعب مستقبلا في أي تعتاب اللي غادي يحتضن هذه المواهب كاملة. نقول لكم بأننا اليوم الأول بدينا تقريبا بشي 20 منخرط، 20 ممارس لحد الآن في ظرف 20 يوم، وصلت عندنا 150 نشاط في ممارسة كرة القدم، الفئات العمرية كاملة، لا الفئات الصغرى لا الفئات الكبرى. احنا إن شاء الله عازمين باش أننا نزيدوا بهذا القطاع، وشكرا لكم السي محسن وشكرا للحضور.